المحلية لمركز ومدينة المراغة، نداء هام إلى أهالي مركز المراغة وقراها، نظرا للحادث الأليم الذي وقع ظهر اليوم، اصطدام قطارين بناحية الصومعة، وتوجد حالات حرجة بجميع المستشفيات، بمستشفى المراغة المركزي ومستشفى طهطا ومستشفى سوهاج العام والمستشفى الأميري، حيث توجد حالات حرجة تحتاج إلى التبرع بالدم، فعلى أصحاب القلوب الرحيمة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى. ومتعكم الله بالصحة والعافية.